السلام عليكم قناة دوزيام، كنشكركم على هاد المعلومات اللي عطينا. احنا في الديور ديالنا ملتزمين، في الديور ديالنا ملتزمين السلطة المحلية، ولكن راه ما واقفينش معنا. البصلة كدعم 10 دراهم، البطاطا 8 دراهم، اللوبيا 2000 فرنك، الحمص 2000 فرنك، الطحين العادي ما كاينش. اه علاش ما كتوقفوش معنا؟ الخوض 5 د الحوانت اللي كاينين في جماعة فانيرزين، وكاين 30000 دياسمة ديال الناس، واش ما يتسخروا بخمسة د الحوانت؟ الكاميون كتجي ما كيخلوهاش تنزل الخضرة، علاش ما كينزلوهاش؟ ويقولوا لك راه حنا كلشي بخير، كلشي موفر، كلشي كذا، في التلفازة راه كلشي رخيص، وفي البوادي كلشي غالي، واش ما نتسخروا من التلفازة؟ الله يجازيكم بخير. شوفوا مع عالم القراوي، راه ملي كنحل القناه الاولى التلفزه وانا مع حتى كنعس وانا في الدار ديالي، ما كنسمعش الكلمه على عالم القراوي. عالم القراوي مهمش، نزيدوه صفه نهائيا. خاصكم تردوا لنا البال وتشوفونا في احنا لا خدمه، لا ضمان اجتماعي، لا حتى حاجه معنا. كنا كنخدموا ونخرجوا، كل واحد كيخدم في البني، شي في الصباغه، شي في كذا. دابا كلشي مشدود، دابا شوفوا لنا الحل ديالنا. حتى المواد غاليه، حتى المواد شحطوها علينا. راقبوا هاد الناس، هادو هما اللي غاليين، هادو ما خصكم ديروا لهم العقوبات. وحنا ملتزمين الديور ديالنا، حنا في الديور ديالنا، ما خارجين ما داخلين. اللي دار فينا السلطه حنا كنديروه. والسلام عليكم، والله يعاون الله يجيب التيسير.